نروح للاتحاد المغربي. وقع رؤساء اتحاد كرة القدم في المغرب والبرتغال وأسبانيا فوزي لقجع وفرناندو جوميز وبيدرو روتشا على الترتيب كده. يعني اليوم الخميس اتفقوا على الترشيح المشترك لاستضافة مونديال 2030، وذلك حسب ما أفادت المنظمات الثلاثة وبعد توقيع الاتفاقيات. وطبعا يعد توقيع الاتفاقيات بمثابة تعهد من الاتحادات الثلاثة بالالتزام بالقواعد والإطارات التي تحكم عملية الترشح، كما يقدم توجيها لبعض الملامح التقنية الرئاسية ومنها معايير التطور. وجاء في البيان المشترك: ستعمل اتحادات كرة القدم الثلاثة معا بدءا من اليوم لتطوير ملف ترشح يفوق كل التوقعات لبطولة كأس العالم. وأعربت الاتحادات الثلاثة منذ شهر عن رغبتهم في تقديم بطولة تعزز من إرثها وتساهم في نمو كرة القدم وأن يكون لها تأثير في العالم بأسره. وستكون بطولة كأس العالم 2030 هي الثانية التي سيشارك فيها 48 منتخب بعد التوسع من 32 إلى هذا العدد من النسخة المقبلة التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا عام 2026. كل التوفيق طبعا للاتحاد المغربي والأشقاء في المغرب، وإن شاء الله يقدموا ملف قوي ويكون 2030 للثلاث دول دول المغرب والمكسيك وكندا، وإن شاء الله يكون منتخب مصر مشارك وما نغيبش بقى عن كأس العالم، لأن هيبقى من أفريقيا 9 دول. يعني المفروض من النسخة اللي جاية إن شاء الله نتواجد في النسخة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها. 48 فريق ما ينفعش ما يكونش فيه منتخب مصر يا جماعة. يعني دي